الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. كتاب العمل في الصلاة، كتاب البخاري، كتاب العمل في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي من ثقات الأزبات الرواه والجماعة، هو أزبط الناس في مالك. حدثنا مالك النجم كما قال ابن الشافعي. إذا ذكر حديث مالك النجم عن أبي النضر، سألنا أبي النضر ومن ثقات الأزبات الرواه الجماعة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من الفقهاء السبعة في قول، وكان تقيا نقيا، وكان من أزبط الناس في أبي هريرة، عن عائشة رضي الله عنها أرضاه سيد نساء العالمين وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. ننتقل إلى الصفحة. طيب، ممتاز، جزاكم الله خير. ننتقل إلى الصفحة بإذن الله. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمود. قال حدثنا شبابة من ثقات الأسباب، قال حدثنا شعبة أمين المؤمنين في الحديث، عن محمد بن زياد من ثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عفوا. وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه، فدعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال الناظر بن شميل، الناظر بن شميل، فدعته بالذال، أي خنقته، فدعته من قول يوم يدعون، أي يدفعون، والصواب فدعته إلى نوك، إلا نو كذا، قال بتجديد العين والتاء. وهذا فيه حديث أيضا، عمله الآن، خنقه وأراد أن يربطه في السارية، وأراد أن يفسد عليه صلاته، فكانت الحركة لمصلحة الصلاة. قال: فأمكنني الله منه فدعته، أي خنقته، هو الدفع الشديد العنيف. قيل خنقه حتى ورد برد لعابه في يده، وهذا التفسير هو الصحيح. وقيل ضربه على الأرض فتلوث الأرض، تلويث الأرض بضربه. وقيل خنقته وفدعته من قول يوم يدعون، يعني يدفعون. في كل أنه هناك حركة من النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بأنه خنق الجني حتى وجد برد لعابه على يده. نعم. ففي الحديث الأول فيه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا سجد غمزها. نعم. وهذا عمل في الصلاة، وفيها أيضا مباشرة البشرة بالبشرة، وفيها دلالة على الشافعية أن مس البشر لا ينقض الوضوء. وإن كان هناك احتمال أنه يكون غمزها يعني وحائل بينه وبين البشرة، يعني على الثوب، لكن الاحتمالية وردة أيضا أن يكون البشرة مست البشرة، لا سيما أنها قالت: قمت فوضعت يدي، يعني وجدت رجله منصوبتين، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بكف اليد على رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني فهو أخذ الجني الذي أراد أن يفسد عليه صلاته مع الكرة من النار، قال: فذعته، خنقته، خنقه هكذا حتى ورد
برضى اللعاب في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه في سارية المسجد يلعب به الصبيان، قال فذكرت قول أخي سليمان بدعاء سليمان عليه السلام لا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال فرد الله خاصيا مبعدا وأن الله لم يوكله من النبي صلى الله عليه وسلم. رأى عبد الرزاق عليه السلام سورة الشيطان فقال عرض عليه في سورة هر، فهذا معنى قوله فأمكان الله منه، أي سورة صوره لي في سورة هر شخصا يمكنه أخذه، فأراد ربطه فهو من العمل يسير في الصلاة أيضا، وربطه بالسارية قد يحتاج العمل كثير، لكن قد هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل، والهم دلالة على الجواز، فمن تنحى يمينا أو يسارا، من ضرب عقربا أيوة أو أنه أناح أزاح أمرا أمامه يعطله عن السجود أو الركوع فله ذلك، ولو حك بدنه أو شعره أو لحيته أيضا كل هذا تفضل، كل هذا من الحركات التي تكون في مصلحة الصلاة ولا تؤثر على الصلاة. وقد ورد في الأحاديث الصريحة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قتل العقرب عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه الحسن الأوزاعي، واختلف قول مالك فيه مرة كرهه ومرة أجازه، قال بأس بقتلها إذا آذته وخففه، وكذلك الحية والطير يرميه بحجر يتناوله، وهذا كله جاء به الحديث، فكيف نقول بالكراهة؟ جاء الحديث فيه. وسؤال الإمام مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض، قال أرجو أن يكون خفيفا ولا يتعمد ذلك. يعني هذه الحركات التي يأتي بها هي في مصلحة الصلاة وليست تضر بالصلاة. روى علي بن زياد عن مالك في المصلي يخاف على صبي بقرب نار فذهب ينحيه، قال إن انحرف عن قبلة ابتدأ، وإن من حرف بنى. وسأل أحمد سئل أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها، قال أرجو أن لا يكون به بأس، فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع ذلك بالإعادة، قال لا أمره بالإعادة وأرجو أن يكون خفيفا. وجاز مالك الشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة. الصحيح أن العمل اليسير في الصلاة وضابط اليسير العرف في هذا الباب أن يمشي إلى السترة أو يركز السترة أو يحمل الولد أو يضع الولد أو يضرب حية أو عقربا يمر من أمامه أو يدفع رجلا يريد أن يمر أمامه، هذا كله يعني جائز وكله عمل يسير في مصلحة الصلاة فلا يؤثر في الصلاة، وهذا موافق للتبويب ما يجوز من العمل في الصلاة. الفضل المستنبطة كل يسير يغتفر، من الفضل معرفة الفضل لأهله كما قال سليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان فتذكرت دعوة أخي سليمان، أعطى الله قوة للجن أن يتصور بصور فيظهر للإنسان على هذه الصور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.